مشاهدينا، الساعة دلوقتي 9، ميعادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تنال من أمن واستقرار المنطقة. وفي تصريحات له قال الرئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومية مسؤولياته الأولى، وقال إنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كما شهد الاتصال تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في خان يونس بقطاع غزة. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، فيما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحا. أدان مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرا من أن المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها. وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، وأكد على دعمه لكل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة على جميع المستويات، داعيا الشعب بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، منددا بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية. استمرارا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث، انطلقت إلى معبر رفح البري قافلة إغاثية إنسانية لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة التي قد تستدعي نقلها عبر الحدود المصرية، فضلا عن تقديم الدعم النفسي وخدمات الإسعافات الأولية النفسية للعابرين من قطاع غزة. كما حملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصري تشمل مستلزمات طبية، فيما يأتي ذلك تم تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التي تتطلبها الأحداث. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث أشاد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي بتجربة التحالف الوطني الفريدة من نوعها خاصة في دوره لدعم حقوق الإنسان، مؤكدا أن استدامة العمل الأهلي على مدار العام وفي جميع المحافظات له أثره الفعال الظاهر في خدمة الوطن والمواطن.
بدأت أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر مغادرة البلاد إلى تشاد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية. يأتي ذلك في إطار انسحاب فرضته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر، والتي كانت قد سارعت لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب، وهو ما استجاب له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر الماضي بعد طول رفض. بدأ الإعصار ليديا باجتياح البر المكسيكي بقوة من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 درجات. وترافق الإعصار ليديا رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة. وأوضح المركز الأمريكي للأعاصير أن الإعصار تشكل فوق المحيط الهادئ قبل أن تزداد قوته كثيرا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك في ولاية خاليسكو. ورياضيا، يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ماكيلي تدريباته استعدادا لودية الأردن والمقرر لها غدا الخميس. وانتظم المنتخب الأولمبي في معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأردن المقررة إقامته على استاد المقاولون العرب، وذلك قبل السفر للقاء أوزباكستان في المباراة الودية الثانية الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. مشاهدينا، انتهى موجز التساعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.